من وجهة نظرك كابتن فاروق، هل كنت تتوقع ان الاتحاد يبقى بالمنظر ده وبالمظهر ده؟ خالص خالص. النهارده الاتحاد قدم نفسه بشكل محترم جدا في الاداء الفني، في الاداء الخطي، في الدوافع المعنويه والنفسيه للعيبه. الشوط ده يخلي الاتحاد يقعد في الدوري. يعني الشوط ده التعبير بتاع الاتحاد والاداء والجهاز الفني واللعيبه والاراده اللي في الملعب شكل تاني خالص خالص. الاتحاد تفوق على المصري حتى في السرعات، حتى في الكرات المرتده، الوصول للمرمى. يعني الكره اللي احنا جبناها من دقيقه دي بتعبر قد ايه الاتحاد عنده التصميم ان هو يكسب، ان هو حاسس يعني لو ما كسبش النهارده او ما عملش نتيجه ايجابيه اثر عليه في الدوري العام. النهارده الاعداد المعنوي والنفسي للفريق بشكل كويس جدا، ده يشكر عليه للجهاز الفني. محمد عمر النهارده حاطط طريقه مناسبه يلعب بيها فريق المصري. معظم لعيبه المصري النهارده لو قلنا مرهقين فبرضك يعني هنبقى يعني مش هنبقى محايدين بشكل كبير، لكن النهارده الاتحاد بيقدم بشكل كويس جدا، تفوق كل اللعيبه تفوق. تشوف الهدف هنا التوتر والضغط النفسي في الكره الثالثه اللي هو حطها يا احمد في الاي. انا شايف ان الثانيه اسهل من الثالثه، او الثانيه اللي بتاعت بناهيني لازم يحسمها. لا يا كابتن، اسهل اصل جاله من زاويه الثانيه. لا بس في واحد حط رجله، لا في واحد حط رجله. ماشي بناهيني احمد صح. انا والله ما مختلف معاكم، انا هجيب اخلي عظيمه يجيب لكم زاويه انتوا تحكموا بيها اكتر. انا مع بناهيني لازم في زاويه عظيمه في من ورا عند الشبكه من ورا هتبين اكتر. اتفضل هي بص اتفضل يا كابتن فاروق. هي هو زي ما بيقول احمد ده لوحده بناهيني، لكن دي في واحد هو جت في رجله بعدين جت في القايم. يعني ما جتش في القايم على طول يا زكريا. الثالثه اسهل. لا بس الثالثه جايه في رجل المدافع. لا جايه في رجل المدافع. جايه في رجل ضغط المدافع. الجول مش في سكه الكوره خالص. لا مش على حارس بقى، اللعيب المدافع اللي دخل يا زكريا. معلش بس طب خلينا لا يا كابتن. لا بص يا كابتن، انا في جزئيه بس طبعين. بس طبعا انا بقطع بس كابتن، ما فيش مقاطعه، احنا بنكمل بعض. الثانيه الثالثه في حد يا كابتن حاطط رجله، فطبيعي ان هو لازم يشيلها بالقوه دي. طب هنشوف الثالثه. طب ونوقف عند الثالثه. عظيم دي سهله لوحده. بص الثالثه حاطط رجله معاه، حاطط رجله معاه. مش هو سبق؟ ايوه حتى لو سبق حط وضغط عليه. الكوره جت في رجله وبعدين جت في العارضه. طب هنعيدها. يلا عظيم اهو بص، هتيجي في رجل المدافع وطلعت. لا حتى لو ما جتش في رجله جت. طب يا بين بس في بس المدافع قريب قوي كابتن فاروق، فهو حط الكرة دي. بص طب نمشيها عظيم. الكرة هتطلع زي ما عظيم بيقول، هو يا دوب هو حط وش رجله فيها. الكرة ما لا يمكن تطلع كده. الثانية الثانية بتاعت بناهيني بتاعت بناهيني اسهل من دي، ان دي في ضغط على المهاجم. بس هو في النهاية الاسهل بناهيني. لا في النهاية ان ده من افضل الاشواط اللي موجودة في الدوري العام. فرقة عايزة تكمل في البطولة الافريقية، وفرقة عايزة تقعد في الدوري العام. الفرقة اللي عايزة تقعد في الدوري العام متفوقة. الشوط الاول 45 دقيقة الاتحاد متفوق، الاتحاد اكثر انتشارا، اكثر سيطرة. الارادة بتاعت اللعيبة بتاعت الاتحاد النهاردة شكل جديد، اداء جديد جدا للاتحاد.